نبدأ حلقة الليلة من الخبر الأبرز لهالأسبوع، وهو إقفال إدارة فيسبوك لعدد كبير من الصفحات التابعة لمناصري حزب الله بعد ما نشرت هالحسابات صور للسيد حسن نصر الله بلا تبرير واضح لحد اليوم بيقول ليش. إلا اللي عم بيتم التداول فيه إنه اسم السيد حسن نصر الله هو على لائحة الإرهاب. وبالمقابل أنصار السيد حسن نصر الله والمقاومة اعتمدوا سياسة رد بيقولوا فيها أنه المقاومة ما بتصير بالسلاح بس، إنما بأشكال مختلفة. قاوم بصورة شعار تحدوا في فيسبوك، وحملة للحرية أطلقوها من لبنان شغلت العالم بوجه سياسة افتراضية مثل ما بيقولوا اعتمدها فيسبوك بنظرهم. تقرير ومنتابع. لما كنا نقول إنه السياسة انتقلت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بقوة وغزيتها بشراسة، كنا مفكرين إنه هالموقف محصور بس بحفلات الغزل الافتراضي أو الردود المضادة بين الخصوم المتصالحين أو الحلفاء المختلفين. هالمشهد تعودنا عليه، بس الجديد واللافت هو السياسة المفاجئة اللي اعتمدها موقع فيسبوك من شهر تقريباً، واللي بتمنع أي حساب من نشر صورة لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله. وهيك كل صفحة على فيسبوك بتتضمن صورة للسيد حسن نصر الله بتتسكر من إدارة الموقع، والتبرير برسالة واضحة وصريحة بتقول تم نشر معلومات تخالف سياسة فيسبوك، ولهالسبب صاحب الصفحة ممنوع من استخدام الموقع لفترة محددة. المناصرين ومحبي حزب الله ردوا على الحظر والقمع اللي تعرضوا لهم من إدارة الموقع بحملة أسستها مجموعة التنسيقية. مقاومة هالقرار كانت بصورة، والموعد كان ليلة الخميس الماضي وقت اللي انتشر هاشتاج قاوم بصورة على فيسبوك وتويتر. صور السيد حسن نصر الله وخطاباته وشعارات الحزب وولاء الناشطين انتشروا بسرعة على عدد من الصفحات، بالإضافة لعبارة نعي موقع فيسبوك RIP فيسبوك كمحاولة لتسجيل موقف وتحدي إدارة الموقع لحتى توقف كل الحسابات مع بعضها. وللاستفسار عن خلفية هالقرار بعتت الـ LBCI رسالة لإدارة فيسبوك للاستفسار عن سبب تسكير هالحسابات، بس ما إجا الرد بعد. فشو بيقول المناصرين اللي تسكرت حساباتهم؟ شو خلفية هالقرار؟ كيف تسكرت المواقع؟ ليه سياسة الحظر اقتصرت على السيد حسن نصر الله وما طالت صفحات بتروج لبيانات وصور لقادة تنظيمات إرهابية مثل النصرة وداعش؟ وكيف خلقت حملة التنسيقية اللي بيوصفها الناشطين إنها انتحار جماعي؟ رح اخذ مداخلات من عباس زهري، علي باشا وحسام ناصر الدين، وهن ناشطين واكبوا هيدي الحمله، تسكرت كمان حساباتهم على الفيسبوك واسسوا وشاركوا بانتفاضه قاوم بصوره. ومن المتوقع كمان من خلال بعد كم دقيقه او عدد من الدقائق رح ننتقل الى معراب لحتى نستمع الى تصريح او الى ما لديه الرئيس الحريري كمان والدكتور سمير جعجع يقولوه من بعد اللقاء يلي جمعهم من وقت قليل واللي تم اليوم. لحتى كنا طلعنا مباشره وانتقلنا الى معراب، رح بلش اخذ عدد من المداخلات عبر سكايب من ناشطين نشطوا بهيدي الحمله اللي حكينا فيها قاوم بصوره. رح بلش مع عباس زهري كمان، وبذكر انه هيدي الحمله انتشرت بجزء كثير كبير من العالم من بعد ما اوقفت صفحات الناس اللي عم تنشر صور للسيد حسن نصر الله على اكونتاتهم عبر الفيسبوك، ولحد اليوم ما في اي معلومات وما في اي جواب ليش تم توقيف هيدي الحسابات بالذات، وليش بس هيدي الحسابات بالاخص انه في كمان حسابات تانية عليها صور سيد حسن نصر الله وما تم توقيفها لحد هلا. رح انتقل لاخذ عدد من كمان التويتس وعدد من المشاركات يلي تمت خلال الاسبوع على هاشتاج RIP فيسبوك او قاوم بصوره. كمان في عدد كتير كبير من الاراء كان مستاء من يلي صار خلال الاسبوع مثل ما قلنا كمان، وكثير من اللبنانيين عبروا عن رايهم عبر تويتر كمان وعبر فيسبوك وعبر كل مواقع التواصل الاجتماعي. رح نبلش، فاذا رح اخذ حنبلش كمان عبر سكايب ناخذ عدد من الناشطين يلي اقفلت حساباتهم يلي هن كانوا المؤسسين او من الاشخاص الاساسيين لهيدي كمان الحمله. رح نبلش مع علي باشا. علي مساء الخير. علي حضرتك من منظمي حمله التنسيقيه، كيف خلقت هيدي الحمله؟ مساء الخير اول شيء.
يعطيك العافية. أول شيء نحن مجموعة نسائية، مجموعة شباب بنشتغل ضمن إطار مجتمع المقاومة وهذا الموضوع. فسكرت حساباتنا أول فترة، فنحن أنا فكرت إنه أنا حسابي أو شخصيا، ففكرت إنه هذا الشيء عارض يعني، وتم بعدين اكتشفنا إنه هذا الشيء مش بس عندي، صار عن كذا حدا من الجهات. فقررنا انه نحن نعمل شيء نكون رد او وصل صوره او صوت. نعم. من خلال الفيسبوك اللي هو هلا بالحاله اللي نحن فيها هو ميدان للحرب، مثل ساحه الحرب الحقيقيه هو ميدان افتراضي للحرب اللي نحن عم نقودها. علي قد ايه عدد الحسابات يلي تسكرت؟ هلا عدد دقيق ما عندي ارقام دقيقه، بس انا مثلا عندي لنقول 60 70 فرند تم حظرهم عن بنفس الوقت. بنفس الوقت باوقات مختلفه وبمده زمنيه مختلفه. نعم. بس كله بنفس نفس الفكره، انه صور السيد حسن او صوره في بقلبها لوجو لحزب الله. نعم. علي، تزامنا مع الهاشتاج يلي كان قاوم بصوره كمان لاحظنا بار اي بي فيسبوك كمان او عم تنعو فيسبوك، مين اطلق هذا الهاشتاج؟ كيف صار التنسيق بيناتكم؟ كيف اطلقتوا هيدي الحمله؟ وقديش عدد المناصرين يلي عم تتعاطوا معهم؟ حمله تويتر تمت بدراستها مع عدد من الناشطين على تويتر، منهم عباس زهري اللي هلا عم يتفضل معك، شرفنا وساعدنا يعني بهذا الموضوع لانه عنده خبره عباس. نعم. وكذا حدا ناشط على تويتر قدرنا نطلق هيدا الهاشتاج اللي هو بينعى فيسبوك من تويتر، يعني احنا قررنا انه عن تويتر ننعى فيسبوك بما انه هنيك مساحه الحريه اكبر عطينا اياها تويتر، وبيقدر اكيد الفيسبوك اللي هو منافس له يتابعهم بشكل دقيق اكثر. نعم. علي، ليش برأيك خالفت صورة السيد حسن نصر الله قوانين فيسبوك؟ الفيسبوك هي نعرف انه شركة مقرة بأمريكا، فالدولة الأمريكية تعتبر حزب الله والسيد حسن نصر الله هن جماعات إرهابية، فهن مضطرين انه يمشوا تحت سياسة هيدي البلد، وبيعتبروا نشر صورة للسيد حسن هو نشر للإرهاب بالمنطقة. نحن اللي حبينا نعمله انه نحن مننا ارهاب، يعني نحن وقت نشوف على اكونتات لداعش وللنصره. نعم. ولجماعات متطرفه غيرها عم تنشر فيديوهات ذبح وتنشر قصص ارهابيه اكثر من اللي نحن عم نتسكر، يعني اللي عم ينشروه هن نحن يمكن 1% اذا هن بيعتبروا هذا ارهاب، يمكن نحن 1% قدام اللي عم ينشر. فنحن ممثلين من مجلس الوزراء، ممثلين مجلس النواب، عندنا بالادارات العامه ممثلين علينا، فنحن ما لازم نتعامل بهالطريقه. نحن جمهور المقاومه بيعتقد يعني انه احنا اكبر جمهور على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك. نعم. فنحن لازم نعم. نكون صوت علي وضحت كمان، وضحوا الاجوبه، وضحت رسالتك. شكرا كمان لك. رح ارجع اخذ مداخلات ثانيه عبر السكايب وعبر تويتر. استاذ حمادي بيقول لاننا حتى في العالم الافتراضي لا مكان للاخر ولا حريه ولا لحريه الراي والتعبير. كمان لارا بتقول أكثر من 100 صفحة وحساب لبني ممانعة تم حذفه من قبل إدارة فيسبوك بعد حملة قاوم بصورة. أستاذ سالم زهران الزميل بيقول العالم قرية كونية لكننا لا نقبل بأن يكون مختارها صهيوني، وصور سماحة السيد حسن نصر الله لا تحتاج إذن للعبور إلى صفحات الدنيا. عباس زهري من بعدها كمان حاطط الهاشتاج اللي وصل لأكثر من 15 مليون امبريشن عبر الفيسبوك اللي هو ار اي بي فيسبوك، و500 الف اكاونت كمان حاططهم. محمد عباس بيقول منعوا صورك في العالم المجازي ولم يعلموا ان حبك يسري في دمائنا ايها الامين على ارواحنا. هيدي مجموعه من التعليقات. رح اخذ كمان مداخله ثانيه من حسام ناصر الدين. حسام اهلا وسهلا فيك، مساء الخير. مساء الخير. حسام، اعتبرتوا انه حمله التنسيقيه هي تحدي، وصفتوها بالانتحار الجماعي لحتى اذا تسكرت الحسابات تتسكر كل الحسابات بنفس الوقت. هل بتعتقد انه من بعد ما وصل هيدا الهاشتاج يمكن لاعلى مركز او لاعلى مكان او لاعلى وصول، هل نجح هيدا التحدي او ممكن بعد فتره ترجع تتسكر الحسابات او مزيد من الحسابات؟ استاذ جو، نحن بالدرجه الاولى لما مشينا بفكره الهاشتاج اللي احنا اطلقناه والحمله اللي احنا عملناها، نحن ما كان الهدف لا انه نغير سياسه الفيسبوك كلياتها، ولا انه نطلب من مارك انه يتضامن معنا او انه يمشي معنا باللي احنا عم نعمله. نحن كنا عارفين انه نحن اللي عم نعمله
هو رسالة، رسالة ممكن توصل وممكن ما توصل، هي فيك تسميها ثورة، ثورة افتراضية. وعارفين متوقعين صرف حساباتنا احنا كلها، ممكن تتسكر حساباتنا كلها يلا. نعم. ما عنا اشكال الموضوع. نعم. بس حبينا نوصل صوتنا بالطريقة هذه هيك حتى ما تصير هيدا عند جمهورنا وعند قاعدتنا الشعبية كلها هي عم تتداول على السوشيال ميديا وعم تستعمل السوشيال ميديا، حتى ما تصير سابقة عندهم انه يخافوا. طيب اليوم، اليوم حسام بعصر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي اللي اصبحت حاجة بل اصبحت يمكن وسيلة اعلامية اساسية بالبلد، اليوم اغفلت الحسابات اللي حطت صور سيد حسن نصر الله بالوقت يلي في حسابات تانية كان عم يحكي قبل كمان علي عنا لا تنظيمات ارهابية داعش نصرة وغيره وفي فيديوهات ذبح، ليش برأيك بس هيدي الحسابات يعني اللي اغفلت التي تنشر صور للسيد حسن نصر الله؟ نحن صار وحكينا على السجوع انه في شغلتين اساسيات عماله بتصير، في حملات تبليغ نحن عم نتعرض لها بمحل معين، اداره الفيسبوك عم تعتبر هذا التبليغات اللي عماله بتصير عم تاخذها بعين الاعتبار، يعني المثيره السجوع اللي هي كمان بتدعي عم تحكي تبليغات اليوم. لنشرح للناس كمان اللي كتير على السوشيال ميديا عم تحكي عن الريبورتينج اللي هو عدد من الأشخاص بيعملوا ريبورت لفيسبوك لعدد من الصفحات كمان. حسام شكرا لك، شكرا لرأيك كمان، عم نوصل أكتر عدد من الأصوات يلي يمكن حابة توصل صوتها لأنه حجبت صفحاتها عبر فيسبوك ومن خلال هيدي الحملة يلي كمان أنتوا عم تعملوها.